تبايعكم جميعا وعيد مبارك لكل المسلمين حول العالم. بالتأكيد يعني العلاقات السعودية الأمريكية لها تاريخ طويل وباع طويل، باعتبار أن السعودية هي من أكبر حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وهي يعني شريك تاريخي للولايات المتحدة. المشكلة ليست فقط في جو بايدن، وإنما المشكلة هي في الحزب الديمقراطي. يعني العلاقات لم تبدأ بالتراجع مع بايدن. لو تذكرنا في البداية العلاقة بين الدولتين أصابتها بعض التوترات في السنوات الأخيرة. يعني باراك أوباما بشكل علني كان ينتقد وينتقد السعودية، وأيضا يتساءل حول أهمية السعودية كحليف للولايات المتحدة. حتى مرة قال إنه علاقتنا مع السعودية هو أمر معقد، لأنه عدد كبير من الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة متورطة في هجمات 11 من سبتمبر، وطبعا هذا الكلام غير دقيق، لأنه لجنة 11 سبتمبر ما لم تستطع أن تجد أي دليل لإثبات هذه الادعاء. ولكن سيدة دالي، يعني بالتحديد قضية الحرب الروسية في أوكرانيا وكل التصريحات الأمريكية التي تنتقد أيضا تعامل الإدارة في موسكو مع الصحفيين، كيف للولايات المتحدة الآن أن تنتقد السعودية التي يعني أن تتصالح وتتسامح مع يعني قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي؟ يعني ألن يعني تبدأ التصريحات حول الولايات المتحدة بالقول أنهم منافقون وأنهم ملونون يعني لحليفهم يسمح بأن يعني يقتل صحفيا في السفارة لبلاده في تركيا، ولروسيا غير مسموح؟ دعني أقول شيء واحد. جمال خاشقجي لم يقتل لأنه كان صحفيا، وإنما تمت هذه العملية لعلاقاته بالأخوان المسلمين، ويعني قضية سياسية كبيرة. علما بأنه حتى لو كانت قضية سياسية كبيرة فهو من الخطأ جدا، ما حدث هو خطأ كبير جدا، أساء للسعودية سياسيا. لكن المشكلة اليوم عندما تعلن السعودية أنها أنهت هذا التحقيق وأنها عاقبت الفاعلين، وبالتالي يعني الحكومات تتعامل مع بعضها على أساس الحقائق وعلى أساس التحقيقات. حتى لو كانت هناك أخطاء، حتى لو كانت يعني لو أصبحت هناك أخطاء، إلا أنه العلاقات السياسية بين هاتين الدولتين خاصة في مرحلة حساسة جدا يمر بها العالم كله وليس فقط الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط. وبالتالي يعني المشكلة بايدن اليوم هي امتداد لمشكلة الديمقراطيين. مع لا تقول أن الديمقراطيين يجب أن يتخطوا كل قضية جمال خاشقجي، ولكن بالتحديد اللي نتحدث يعني حول قضية يعني الحوثيين لضيق الوقت فقط. يعني السعودية تقول أننا لا يعني نملك الدعم للولايات المتحدة وأن الولايات المتحدة خذلتنا، ولكن من جهة أخرى الولايات المتحدة زادت في الأشهر الأخيرة دعمها العسكري للسعودية بعد أن كان قد توقف طبعا في بداية إدارة بايدن. ماذا يجب أن تفعل الآن الإدارة الأمريكية؟ الإدارة الأمريكية يعني أخطأت بشكل كبير، وهذا المثل يمشي على نفسها جنت براقش. اليوم هي بحاجة جدا إلى المملكة العربية السعودية نظرا للأزمة في أوكرانيا للحرب في أوكرانيا والأزمة في أوروبا. كان على الولايات المتحدة أن تدرس جيدا السياسة الاستراتيجية لعلاقتها مع السعودية، لأنها دولة كبيرة ولها ثقل كبير في الشرق الأوسط، خاصة مع وجود التهديد الإيراني. بايدن منذ اليوم الأول الذي تسلم السلطة في الولايات المتحدة ودخل البيت الأبيض رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب، وهذه أكبر إهانة ليس فقط للسعودية وإنما للإمارات وأيضا لليمن. فالحوثيون هم جماعة إرهابية مدعومة من قبل إيران، وكل ما تفعل
فعله. حكومة بايدن هي تحاول مغازلة إيران للوصول إلى اتفاق نووي جديد، نعم. لأنه كان هذا هو وعد انتخابي لبايدن. نعم. وصلت فكرتك سيدة داليا العقيري كبيرة الباحثين في السياسات الأمنية، كنت معي عبر خط الهاتف من واشنطن. كل عام وأنت بخير وشكرا لك.